طيب هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لإبهاد الولادة؟ يجب أن نعرف الدافع والحامل للمرأة على تعاطي هذه الحبوب، إن كان لمرض وهذا المرض يصف الطبيب المسلم تعاطي الحبوب جاز، أما إن كان هناك خشية الفقر فهذا لا يجوز. لا هذا لا يجوز، كلما كثر الأولاد كثر الأجر أولا ثم خف الحمل عن الأم ثانيا، لأن أحد يربي الآخر. وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ الله يكون بعونك. الله يحفظك. لا إله إلا الله. هو الذي ينبغي أو يريد.